احنا عايزينك دلوقتي تبص للكاميرا وتوجه كلمة لوالدتك. حاضر. عايز اقول لك يا ماما ان انا يعني مفيش حاجة في الدنيا حصلت بعد ربنا الا لما انت كنت سبب فيها. دايما واقفة في ظهري ودايما واقفة معايا، ويا رب اكون ابن بار بيكي يعني، لان انا حاسس ان انا ماشي في الدنيا بدعائك انت، ويعني وانت زي ما رسمتي لي كل حاجه من وانا صغير، يا رب اكون على قد المسؤوليه انت اديتهاني دي، وبقيت الحاجه اللي انت عايزه تشوفيها فيا او اي طموح انت عايزاه موجود فيا، ويا رب ما يحرمني منك يعني، انت دنيتي يعني. يا رب يا رب.